مرحبا، ارحب فيك في برنامج سيدتي. اهلا فيكي. طبعا انت فنان وصاحب علامه أشكمان، قل لي عنها. أشكمان هي مكونه من الاخوين قباني، عمر يلي هو انا ومحمد. بلشنا بأشكمان بال 2001 ونحن متخصصين بفن الشارع بالعربي. بلشنا بدايتنا كانت ببيروت بال 2001 وبس كنا بنعمل على الحيطان جرافيتي بالعربي وكاليغرافي بالعربي وخلطناهم وبنعمل كاليغرافي، وامتدت هالشغله كمان لنعمل تياب، ماركه تياب سميناها أشكمان اللي هي كل شيء تصاميم كمان بالعربي. تعلمنا نحن خط العربي بعد ما تخرجنا من الجامعه بالديزاين، ومن وقتها بحبنا وشغفنا للحضاره العربية وللخط العربي، عملنا كل شيء بالعربي، لأنه فخورين بلغتنا وفخورين بهويتنا. قدرنا على تعاونكم اليوم مع جاليري لافايت، ونحن من جهتنا كفنانين شارع وكفاشن ديزاينر مع جاليري لافايت حسينا الكولابوريشن كثير ناتشرال وكثير اورجانيك، وبتحسي انه عم نفهم على بعض. يعني وقت قلنا لهم انه بدنا نعمل جرافيتي ونحن نعمل تياب بالعربي او نحن نعمل جرافيتي بالعربي، كان دغري افكارنا عم تتداول وعم نركب المشروع مع بعض، فكان الكولابوريشن كثير اورجانيك. كان صعب المزج بين الجرافيتي والكاليغرافي العربي؟ هو أول شيء بلشت صعبة، لأنه ما في شيء تاريخياً ما في شيء اسمه جرافيتي عربي، فنحن كنا بين أول ناس اللي بلشنا الجرافيتي بالعربي، ولأنه تعلمنا بالجامعة تصميم جرافيك ديزاين، فكنا ناخذ الخطوط بالإنجلش أو باللاتن ونكسرها ونعملها بالعربي، بس بعدين صار عندنا أور أون ستايل، وغير هيك تعلمنا مع ماستر كاليغرافر بلبنان خط كاليغرافي، احترفنا بهالموضوع بالخط العربي، وصار عندنا النولج، صار عندنا النو هاو، وصارت لنا كثير هينه لنعملها، مش بس على التيشيرتات بس كمان على الحيطان. ايش احلامكم اللي بتحاولوا توصلوا لها؟ فكري اللي بدنا نوصل له انه بدنا نعطي رساله ايجابيه عن مين نحن كعرب، وهذا اهم شيء للعالم الخارجي، لانه دبي في قلبها من كل الجنسيات، حتى ببيروت او بالمنطقه بيجوا كثير جنسيات، او وتكون وين ما كان عم نعمل انترفيو، هلا عم نعمل انترفيو معكم وعالم حيشوفونا، بدي اعطي ايمج بوزيتيف عن نحن كعرب مين نحن وشو بنعمل، وفيكم نحن سوبر كرييتيف، ايجابيه، طموحين، هول الكتره سيل اللي نحن بدنا نوصلهم للكل، انه هدفنا السما، هدفنا حدودنا السما، وكثير طموحين بدنا ناخذ شو ما عم نعمل هون بالخط العربي مش بس للمنطقه، بس تكون جلوبال براند او جلوبال، نكون عالميه. ورساله سلام كمان بتحاولوا توصلوا، اهم شيء رساله سلام. نعم، شكرا عمر لوقتك. شكرا. ثانك يو.